بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ففي كل ما قلناه سابقا فقد استعملت أمريكا فيه القوة والسلاح والديكتاتورية والطغيان والإرهاب، حيث فسر السيد الوالد والكلام للسيد القائد حفظه الله يقول حيث فسر السيد الوالد قدس الله سره الشريف الاستعمار بالأعور الدجال، حيث أنه يرى بعين واحدة وهي عين القوة، وهذه القوة طالت جميع الدول الصديق لها والعدو لو صح التعبير، فهي تريد نشر سيطرتها على العالم بما يسمى العولمة، وهي كما قال السيد الوالد قدس الله سره الشريف إن أمريكا وإن زعمت تحكيم سيطرتها على كل العالم حتى أصبح العالم تجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين وقوة الشجعان المجاهدين، فإنها إن استطاعت السيطرة على أجسادنا فلن تستطيع السيطرة على قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وطبعا فإن مثل هذه السياسة الهوجاء والمستهجنة كلما ازدادت زمانا وكمية ونوعا يكون رد الفعل طرديا، حيث تزداد مشاعر الكره والبغض ويزداد الضغط النفسي حتى يكون الواقف ضدها شريف إن شاء الله، على الرغم من أنها تحاول بيان العكس، وكما سقطت بريطانيا العظمى والتي صار الصورة وقبلها الاتحاد السوفيتي والآن والاتحاد الأمريكي، فمصيرها مصير كل ظالم وديكتاتور بعونه تعالى.